السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق للمنوعات. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن ارشيف لبعض الجرائم اللي صارت في محافظة بغداد كرخ ورصافة عام 2001. هذه الجرائم انعرضت في برنامج اسمه الداخلية والمجتمع. راح تشوفون بهذه المقاطع اللي جمعناها مجموعة من الجرائم، هي عبارة عن اربع جرائم، منها سطو على منازل او سرقة سيارات او حتى حالة قتل من ضمن الجرائم الموجودة. طبعا اكيد معها كشف الدلالة وحديث مدير مركز شرطة كل منطقة مسؤول عن القاطع اللي صار بالجريمة. مثلا الجريمة الاولى اللي راح تشوفوها هي سطو على منزل من قبل حارس المنزل نفسه وسرقة محتوياته من اجهزة كهربائية وغيرها. الجريمة صارت في منطقة حي الاعلام ضمن قاطع السيدية او البياع. أما الجريمة الثانية فكانت هي سرقة معمل لإنتاج الصمغ في منطقة العبيدي، وأيضا ضمن جريمة قتل في منطقة الزعفرانية طعن بآلة حادة، بالإضافة إلى جريمة سطو ثانية على بيت في منطقة الميكانيك حي الميكانيك في الدورة. وأيضا آخر تقرير راح تشوفوه هو عبارة عن إلقاء قبض على عصابة لسرقة السيارات في عدة مناطق من بغداد، لكن الملفت للنظر انه هاي العصابة سوت سطو على احد المنازل من باب السطح ولقت مفتاح السيارة بداخل البيت واخذت السرقات او المسروقات وخلتها بالسيارة واخذت السيارة وراحوا ولزموا بالطريق في احدى المناطق ببغداد. راح اترككم مع هذا التقرير واتمنى ينال اعجابكم. تحياتي. بتاريخ 3/10/2001 أخبرت دولية النجدة دائرة المحقق العدلي في معاونية شرطة البياع بوجود حادث حريق في أحد الدور في منطقة حي الإعلام، وقد تم الانتقال من قبل المحقق العدلي إلى محل الحادث، وبعد أن قامت مديرية الدفاع المدني بإخماد الحريق واتضح أن الدار تعود إلى المشتكي. وعند حضور المشتكية في صباح اليوم الثاني ادعت حصول حادث سرقة كذلك لمحتويات الدار عدا الحريق، وقرر قاضي التحقيق إحالة الأوراق التحقيقية إلى مكتب السيدية لمكافحة الإجرام لكون الحادث فيه طابع سرقة. وقد أحيلت إلينا الأوراق التحقيقية لكشف ملابسات الحادث، حيث تم إجراء الكشف على محل الحادث بصحبة خبير الطبعة الجرمية وخبير الحرائق، والذي بين بأن الحادث بفعل فاعل، حيث تم إجراء الكشف على محل الحادث وتبين بأن هناك فعلا وجود سرقة. ومن خلال مناقشة المشتكية اشتبهنا بالحارس مواليد 61، شغله حارس، يسكن حي الإعلام، حيث تم استحصال موافقة على أمر القبض بحقه بعد عرض الموضوع على السيد القاضي. فعلا تم القبض عليه، ولدى التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة بسرقة دار المشتكي أعلاه بفترات زمنية مختلفة، وأن المسروقات هي محتويات دار المشتكي من أثاث وتحفيات مع كهربائيات وساعات ثمينة مع سجاد، وسيحالون إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاؤهم العادل ومن الله التوفيق. المقدم ضابط مكتب السيدية. مديرية شرطة محافظة بغداد الرصافة في مجال مكافحة الجريمة، فقد تمكنت مفارزنا من القبض على إصابة سرقة معمل لإنتاج الصموغ في المنطقة الصناعية في منطقة العبيدي، بعد ورود معلومات من مصادرنا تشير إلى التخطيط لهذه السرقة. وفي الساعة 2300 من يوم 31/8/2001 باشرت القوة بنصب كمين متمكن في المعمل ذاته، حيث حضر الجنات الساعة 300 من تلك الليلة، ولدى قيامهم بنقل المسروقات تم القبض عليهم بالجرم المشهود، وهم كل من حيث تم تصديق أقوالهما، وأحيلوا إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. ومن ضمن نشاطات هذه المديرية كشف جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية، بعد أن استخبرنا بوجود جثة قتيل في مستشفى الزعفرانية على أثر طعنة بآلة حادة.
تم الانتقال إلى المستشفى المذكور، واتضح أن المجنى عليه يدعى. أجري الكشف على الجثة، وكذلك تم إجراء الكشف والمخطط لمحل الحادث. وبعد تقصي المعلومات وتنشيط مصادرنا، تم الاستدلال على المتهم الذي يدعى، حيث تشير أصابع الاتهام عليه. وبعد استحصال الموافقات الأصولية تم القبض عليه والتحقيق معه، حيث اعترف صراحة بجريمته التي كانت بسبب استئجار مجزرة لذبح المواشي. صدقت أقواله قضائيا، واستكملت الإجراءات لغرض الإحالة إلى القضاء لينال جزاؤه العادل. من تاريخ 2/9/2001 وبساعة 2200 جلبت إلينا دولية النجدة المشتكي مدعيا بتعرض داره الواقعة في منطقة الميكانيك إلى سرقة من قبل فاعل مجهول. تم الانتقال إلى محل الحادث لغرض إجراء الكشف والمخطط وبصحبة خبير الطبعة الجرمية، وتم مشاهدة الآثار المواد التي استخدمت في الحادث، وهي عبارة عن راست عدد 2 وذر نفيس وبلايس، وأن المسروقات هي مجموعة من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلية. على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل المكتب لجمع المعلومات من مصادرنا السرية، وخلال ساعة تم التوصل إلى وإجراء التحري بدورهم للقبض عليهم وما لهم أساس بجريمة. وفي الساعة 100 من نفس الليلة تحرك فريق العمل إلى منطقة وتم مداهمة الدور، وتم القبض على المتهمين. وأثناء تواجدهم داخل سيارة المكتب اعترفوا صراحة بقيامهم بسرقة دار المشتكي. المواد المسروقة موجودة لدى أقربائهم كل من ضمن منطقة المحمودية. وفي الساعة 400 من نفس الليلة تم الانتقال إلى قضاء المحمودية، وتم القبض على الحائزين، وتم جمع المواد المسروقة، وهي عبارة عن تلفزيون ملون وراديو مسجل كبير وراديو مسجل صغير وشمعة كهربائية وصوبة كهربائية وأيضا مدفأة نفطية وقنان غاز عدد 2 وزوالي 2 وملابس نسائية وفيديو سيدي حديث وجهاز تليفون نقال حديث غير مستعمل أيضا وساعة جدارية وبعض الأقداح والتي تشاهدوها أمامكم. وقد تم تصديق أقوالهم ابتدائيا وقضائيا من قبل السيد قاضي تحقيق البياع المحترم بالاعتراف، وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة والواقع، وتم استرجاع جميع المواد وسلمت إلى صاحبها الشرعي. إن هذه العملية أجريت خلال 6 ساعات، تم القبض على المتهمين وجمع المسروقات وعيدت إلى صاحبها مدير مكتب مكافحة الجرائم الدولة. تاريخ 15/9 تم القبض على المتهم 27 سنة شغل عسكري، التحقيق معه اعترف على سرقات سيارات عدد 3 وأنواعهن. الأولى سيارة كرونة 80 بيضاء اللون من منطقة حي العدل، واعترف أيضا على سرقة دار في منطقة حي الخضراء بعد عبوره هو باشتراك مع المتهم عن طريق سطح الدار والدخول إلى داخل الدار عن طريق باب السطح اللي كانت مفتوحة أصلا. تم سرقة تلفزيون أجهزة فيديو سيدي عدد 2، وبعدين نزلوا إلى مطبخ الدار عثروا على مفتاح السيارة، مفتاح تشغيل السيارة اللي هي نوع سوبر 82 بيضاء اللون، وشغلوها بالمفتاح الأصلي مالتها، وضعوا الغراض المسروقة بداخلها وهربوا بيها. أيضا اعترفوا على سرقة السيارة نوع كرونة موديل 80 بيضاء اللون من منطقة حي الخضراء وهربوا بيها، وبعدين تم القبض عليهم في داخل السيارة. تم القبض على المتهم داخل السيارة. أجريت كشوفات الدلالة للمتهم المذكور وجاءت مطابقة للحقيقة والواقع، وحاليا التحقيق جاري وياهم لإكماله وإحالته للمحكمة المختصة لينال جزاء العادل. المقدم مدير مكتب المعتصم لمكافحة الإجرام.